انك انت فنان، اتعلمت ايه من الحصان؟ الوفاء، هو صادق جدا ما بيكذبش، حيوانات ما بتكذبش، والخيل خير يعني حقيقه يعني. طب انت ليه فكرت تعمل الدور ده او كان نفسك ليه تعمل الدور انا ده؟ بحب القرايه قوي، وكنت قريت القصه ديت باستفاضه وحبيتها يعني. كاميرا تصور كده تشوفوا الحصانه اللي هي ده اسمه خيال. ده خيال؟ اه، وهنا مرجان. عايز اقول لكم ان كمان الفاكهه اللي قدامنا دي كلها دي مزروعه هنا. طيب هل ده مجال عمل بيزنس لباسم سمره ولا هوايه؟ هوايه، وبيصعب يعني بحسهم عيالي. انت مين بقى؟ يعني انت مين بقى في اللي انا شايفه ده كله؟ انا باسم سمره، بحب شغلانه التمثيل والتشخيص. من مدرس لممثل جت ازاي؟ انا بشتغل من وانا صغير وبكسب. يعني شغال ايه؟ كل حاجه تتخيلها. اشتغلت يعني في النقاشه، اشتغلت في النقاشه، اشتغلت في مقاولات. هل كنت نقاش كويس؟ نص النص، بس بتعلم. بحس دايما ان حياتك الشخصيه كتاب مقفول، محدش يعرفه ولا يطلع عليه ولا يعرف حاجه عنه خالص. فالمركب اللي لها رئيسين بتغرق. قصه عبد الناصر ما زعلوش منك بعد الفيلم ده، المسلسل ده؟ زعلوا. ده كان اصعب مشهد. كان حلو حلاوه. نفسي حتى يدوني حتى نسخه منه اتفرج عليها. لا كان رائع. طب مين صاحب الكلمه في البيت، انت ولا المدام؟ في ايه يا حاج عمرو؟ انت ايه الاسئله دي يا عمرو؟ شوف لي حاجه حلوه يا اخي. اهلا بكم من جديد في حوارنا مع النجم الكبير باسم سمره. والحقيقه الحوار مع فنان مثقف وعنده آراء وعنده مواقف وعنده توجهات وعنده قرار في الاختيار وعدم موافقة على أعمال بيخليه دائما الحوار معاه بيتسم شوية بأبعاد أكثر عمقا ونضجا. مرحب بيك مرة تانية. أهلا بيك يا فندم. عندي فقرة لطيفة أوي اسمها هل. هسألك شوية أسئلة كده وعايزك تجاوب عليها، بس عايز إجابة سريعة يعني. ما تفكرش كتير عشان انت بتفكر كتير. هل صحيح انك انت قلت لو ما كنتش ممثل كنت هكون طباخ؟ اه، ونفسي. ليه؟ نفسي، بحب. انا عيلتي طباخين، شيفات من درجه اولى يعني. موضوع الاكل ده، وان انت تعمل الاكل والناس تتبسط، عامل زي ما تعمل دور حلو والناس تتبسط. تطبخ كويس؟ انا بطبخ. تطبخ ايه بقى كويس؟ كل حاجه يعني. بدخل مغامر، انا بعمل مندي، بعمل صينيه بطاطس، بعمل محاشي، بعمل كل حاجه. بدخل بغامر عندي يعني. دلوقتي انت في البيت مع مراتك، مين بيطبخ، انت ولا هي؟ لا مراتي طبعا. يا عم انت ليه بتدخلني في الحته دي؟ بس انا بطبخ مع بناتي. احتمال تكون راجل زوج مساعد يعني، بما انك موهوب في الطبخ. في بتاخد رايي. بتاخد رايي. بتاخد رايي. اه بس انا بطبخ مع فرح وهند بصراحه. هم يقعدوا يقطعوا لي ونطبخ. هل صحيح انك انت نمت ليله فوق الهرم؟ اه. احكي لي يا راجل. أنا كان ليا صاحبي اسمه برع. برع ده إله الشمس وأبوه كان مسميه كده، بس إحنا طبعًا عشان دمنا خفيف سميناه برعي. فكل يوم يجي لي يقول لي أنا طلعت الهرم، وكان معايا وفد فرنساوي وطلعت بيهم. وتاني يوم يقول لي أنا معايا وفد ألماني. فأنا موضوع الحكاوي ده بيعمل معايا صورة خيال، فنفسي أطلع بقى. بقيت اترجاه يا عمرو. ففيجي في يوم كده قال لي عايز تطلع، يلا نطلع. رحت طالع وطلعنا الهرم الكبير ومبسوطين، والله بص الجامع اهو، ده بيتنا اهو، وحاجات كده. يلا ننزل بقى، برع ده تحول لضفدعه. ايه يا ابني، اول مره يطلع وعمره ما طلع، ونقل لي الخوف بتاعه. عايز اقول لك كانت حاجه سيئه جدا يعني، حاجه كانت قاسية جدا. انت فوق مفيش سور ومفيش مية ولا اكل، وانت معاك ربنا بقى. كان ساعتها في فوق الهرم خشب كده كانوا عاملينه عشان مش عارف عشان طيران ولا عشان ايه. وعيش بقى، نام بقى ليلة فوق الهرم في يوم شتوي والهواء بيهزك، لازم تحضن البتاعة دي كده، لغاية ما جيت تاني يوم بقى العساكر راح طالعين شاتمنا وراح شايلنا زي الشويلة كده ونازلين بينا. وجينا في نص الطريق قعدوا بقى يكلموا على ايه العقاب اللي احنا هنتعرض له. فجرينا، سيبناهم وجرينا، روحنا. وقعدت اعاني من عدم النوم لمده يومين انا وهو. تنام اول ما تغفل كده تحس ان انت بتقع، حاجه قاسيه جدا. كنت وصلت لفوق خالص في الهرم من فوق؟ اه، فوق خالص؟ اه، عند الخشب. بقول لك كان في مثلث خشب كده. فسالت ناس بتفهم وبتاع، قالوا لي ان لو ما طلعتش تاني هيفضل خوف من المرتفعات ده ملازمك يعني.
فرحت بقى البرع بقى قلت له تعالى، رحنا طالعين تاني وطلعنا بصينا ورحنا نازلين تاني وخلاص بقت معلم بقى. عملتها بعد كده تاني ولا خلاص؟ تطلع هرم كتير؟ ما عادش الوقت بقى ممنوع عشان الحكومه وكده. هل صحيح انك انت في مطار بيروت لما سالوك عن اسم الوالده قلت لهم ام باسم؟ وما قلتش اسمها؟ ايوه. ليه؟ هو بيدوك ورقه كده في المطار او في الطياره بتملى فيها بياناتك، فايه اسم الام، فما عديته يعني، فنزلت للضابط فمتوقع انه هيقول لي اهلا يا فنان بتاع، لقيته فيلن شويه، فبيقول لي اسم الوالده ايه، قلت له ام باسم، فبس يعني. اسم الوالده صعب شويه اظن. صح. لا مش صعب، اسمها حلو، اسمها زوقت. اسم جميل، جام الزوق، اسم جميل، اسم تركي. ربنا يديها الصحه حبيبتي. هل في حياتك اصدقاء تحولوا الى اعداء؟ اعداء لا، الحمد لله ما عنديش اعداء، بس ممكن الناس بتتحول، في ناس بيحصل لها غرور، في ناس بيحصل لها. يعني مين تحول معاك يعني؟ اسامي انت عايز؟ في واحد اسمه عباس تحول معايا. عباس؟ وحسين. بص اقول لك الحاجه، انا بحب اصحابي جدا و على قد ما هم بيحترموني انا بحترمهم، يعني مش اكتر من كده يعني. بس انت صديق جدع، ما اعتقدش حد يخسرك. الحمد لله. هل بتحس ان الوسط الفني ممكن يتآمر ضد باسم سمرة؟ يتآمر ضدي انا؟ لا ده بيحبوني جدا، بس هي احنا الصناعه بتاعتنا في ازمه، مش الوسط، مش الاشخاص، هي الصناعه اللي في ازمه. الاشخاص لطاف جدا، لو في شغل وفي بيزنس وفي افلام، مفيش غيره يعني، مفيش. نعم. حقد، مفيش في كل المجالات فيها ده يعني منافسه، مفيش الدور ده ليا اللي يروح له، حاجات زي كده ما تعرضتش؟ ما شفتش حاجات زي كده؟ شفت، بس انا عندي قناعه ان الارزاق بيد الله، مش بيدي حد يعني. طب النوع ده لو واحد كان صديق وبعدين في لحظه يعني عمل حركه كده حسسك ان هو مش جدع، تعمل ايه؟ بتقطع؟ تواجهه؟ لا اواجهه طبعا، اواجهه واقاومه. قاومه ازاي؟ اناقشه، احترم نفسك يلا وكده. هل توافق على عمل يشاركك فيه الفنان محمد رمضان؟ طبعا، محمد حبيبي يعني، كان في مشروع في رمضان ده اللي قبله تقريبا، وبس ما حصلش نصيب، بس محمد حبيبي اول مره يظهر في التلفزيون كان معايا، كان عامل اخويا وشخص جميل يعني. كان في ايه؟ هلا والمستخبي، كنت انا والفنانه ليلى علوي الجميله روحي ديت ست الكل، تحياتي ليكي يعني بجد يعني، هانم وفنانه جميله، وكان هو اخويا محمد، وكان مامتنا جميله برضو الله يرحمها رجاء حسين، فعلاقتنا طيبه جدا جدا يعني. هل صحيح انك انت قلت ان انا ادعو رمضان لمناظره سينمائيه واتحداه؟ لا اتحداه مش في مناظره سينمائيه، اتحداه في اي حاجه يعني. محمد اخويا الصغير يعني، قلت له تعالى نعمل بتاع، قاعد يقول نمبر 1 ومش نمبر 1، تعالى نعمل مشهد كده ولا 10 دقايق ونشوف مين نمبر 1، فجالي البيت هنا واتعشينا انا وهو ورحت له المكتب بعديها، وراجل لطيف يعني. عملتوا المشهد؟ عملنا مع مسلسل قبليها، هو عارفني يعني، هو مش لسه هيعرفني، هو عارفني يعني. هي فكره نمبر 1 او نمبر 2 ولا يعني ايا كان المسمى، المسميات يا استاذ عم، هل الاسم انت تطلقه على نفسك ولا يطلقه الجمهور عليك؟ الجمهور. انا افضل الفنان او المشخصاتي يعني، بس دي موجوده من زمان قبل محمد رمضان، هتلاقي ملك الشاشه ووحش الشاشه وملك الجماهير، نجمه الجماهير، وام كلثوم كان اسمها الست يعني. الموضوع ده يعني لو ارجعك، ايه النصيحه اللي ممكن تقولها لمحمد رمضان يعني دلوقتي؟ ما اقدرش انصحه لان هو ماسك خطه يعني، هو ماسك، هو بيدير حياته بطريقته يعني. انت تقول انا زي اخوك كبير، ايه النصيحة اللي ممكن تقدمها له، مش على المستوى الفني، على المستوى الشخصي؟ خلي بالك محمد طيب جدا يا عمرو، والله العظيم انا عارفه، وانا عارف شخص طيب طبعاً. جدا وخير. بس في طريقة، كل واحد بيلاقي طريقة للدعاية لنفسه. انا بلاقي مثلا
طريقه محمد عامله زي بتوع البوكس بتوع امريكا، عارف اللي هم الماني ماني وبتاع، وبيقعدوا يعدوا الفلوس والعربيات، وممكن تعمل استفزاز بس عامله له تارجت وعامله له مشاهدات. انا ما بعرفش بقى في الفيسبوك ولا في البتاع دي، فما اقدرش اناقشه في الحته دي. هو الراجل شايف طريقه كده، الله يوفقه وناجح. هقول له ايه يعني؟ راجل ناجح انصحه بايه؟ مش محتاج نصيحة، هو كبير زيادة انه يعرف انه ينصح نفسه. اتمنى له التوفيق، نفسي اشوف له عمل قوي يرد بقى على كل الحاجات اللي بتقال، بس هو شخص انا بحبه. هل كنت بتضايق من شخصية البلطجي اللي بعض المنتجين والمخرجين حصروك فيها في فترة ما؟ رفضت. يعني ما هي ديت، لو بتقولي انا متأخر انا برفض. اصعب حاجة في شغلتنا دي اللي انت ترفض. ده حاجة قاسية جدا، لان يعني في فلوس ونجومية وحكاية وبتاع، وانا مش عايز اتحط في الحتة دي. يعني ممكن يبقى عندي دور بفلوس كتير قوي ويجي دور تاني بس انا حاسس مختلف اعمله. في فقرة لطيفة اسمها اقر واعترف، عايز اقول لك عبارات وعايزك تعترف لي بالحقيقة بس من غير لف ودوران. يلا اتفضل. اول اسئلة صعبة قوي. يلا سيد. ايه لقيت ليه؟ لا والله العظيم انت حبيبي يا عم. طيب، تقر وتعترف انك انت حد المزاج سريع الانفعال ومندفع؟ اه اقر واعترف. رحت الدكتور نفساني قبل كده عشان يعالجك؟ لا. تقر وتعترف ان البعض استغلك وشاركت باعمال فنيه بدون مقابل؟ لا، هي مش استغلال، انا يعني بحب بعتبرها زي واجب او زي مجامله بجامل حد صاحبي في مخرج ممثل، يعني مش استغلال. تقر وتعترف انك انت ندمان على اعمال كتير عملتها؟ لا لا لا، لا اقر ولا اعترف. تقر وتعترف انك انت مش بتعرف تتعلم من اخطائك؟ لا بتعلم والله. بتعلم. ايه اخطائك اللي اتعلمت منها؟ اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انا ممكن اجامل حد على حساب موهبتي او على حساب شغلي عشان انا بحب صديق مثلا او كده. دي جدعانه؟ بتبقى جدعانه بس ساعات بتبقى في شغلتنا دي مش مضرة. بتحسب، بتبقى مضره. بس هل في خطا ارتكبته في حق باسم مش قادر تسامح نفسك عليه؟ لا طبعا. بتكلم في ايه؟ ده انا بحب نفسي قوي. لا لا ما حصلش. لا لا. تقر وتعترف وتقول لي مين الشخص اللي بتعتبره كاتم اسرارك؟ لا ما عنديش كاتم اسرار، انا درع شمعتك تقيد. يعني تحكي لمين؟ تفضفض مع مين؟ ان ما كانش، ولا بتخاف تفضفض؟ بخاف افضفض، الناس بقت مش لطيفه قوي. يبقى واضح ان كان في تجربه كانت مؤلمه بالنسبه لك. الحياه هي التجربه، يعني الحاجات اللي احنا بنعيشها في الفتره دي. حد وثقت فيه وخانك؟ لا، حاجات عاديه يعني، بس مش، ما عنديش عقده يعني. متسامح انت يعني؟ جدا. بنسى بسرعه الحاجه الوحشه يعني. تقر وتعترف باطول لحظه حزن عشتها في حياتك؟ هي ساعه البنت اللي ماتت ديت. الحاله دي كانت حاجه صعبه قوي. كانت عيانه؟ ابدا، اتولدت وقعدت في الحضانه، وتروح بقى المستشفى الغاليه قوي دي شهرين ثلاثه، وبقى برايح وفي حاله نفسيه والناس عايزه تتصور معاك ومش عارف مين عايز يعمل ايه. لا كانت صعبه دي، اكتر واحده وجعتني دي. فقدان الطفل او الابن او الابنة عند الانسان حتى لو كان حته لحمه طريه مؤلم في حياه الاب. اوف، انا يمكن عندي مشهد ده اول مره اقولها لك، يعني في المسلسل منعطف خطر ده بدفن البنت وبتاع، والناس استحسنوه. يعني انا استحضرت حالات من الموقف ده. دفنتها بايدك؟ دفنتها فين؟ في التراب بتاعتنا في الفيوم، صحراء كده، وحاجه زغنطوطه كده، وتروح ماشي وسايبها كده. كانت ربنا ما يكتبها على حد حاجه هنا يا رب. بس انت عارف انك انت ليك ثواب كبير؟ قريت في الدين في الموضوع ده؟ يا رب. اه، عارف ان يعني الطفل لما بيموت فربنا سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة، فبيقول الملائكة هل انتزعتم فلدة كبد عبدي؟ بيقولوا نعم يا رب. فيقول لهم وماذا فعل؟ فيرد الملائكة يقولوا حمد وصبر وشكر. فيرد ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ويقول فابن العبد بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. ده أكبر يعني منزلة لأبو الطفل أو الطفلة
ماتوا الله يرحمها، وبنحمد ربنا طبعا وبنشكره على كل حاجة. انديتك؟ لا 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 حبيبي جد. لا لا ده هي في الجنة يعني اكيد هتاخد بيدك في الجنة خلي بالك رب. عايز اقول لك ان الطفل يقعد ما يدخلش الجنة لغاية ما يدخل ابوه وامه. شفت المنزلة حبيبتي؟ ربنا يكرمك ويرحمك. تقر وتعترف انك انت ساعات بتزعل قوي من باسم سمرة؟ اه. في ايه؟ بدخن كتير، انا بشرب سجاير كتير، بتضايق كل يوم، بتضايق من نفسي في الموضوع ده، واصحى يعني بالليل ابقى مش عايز اشرب الصبح، ويعني فاهم. تشرب كام علبة؟ علبتين مش كتير. ربنا يسهل. ما بتخافش على صحتك؟ بخاف بخاف جدا طبعا. بس طب ما تيجي نتفق تاخد قرار دلوقتي انك انت تبطل. لا دي لازم حاجه تبقى يعني نبع. خليك في التمر والبلح والحاجات دي. ما برضو شغالين التمر والبلح واللب السوداني حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله يعني عشان صحتك. اظن الموضوع محتاج نروح نعمل عمره انا وانت كده ونبطل والله سجاير خالص. انا جاهز. طب بالمناسبه ايه اكتر حاجه غيظك في شخصيتك؟ ثقتي في نفسي مملالي مشكله دي، بثق في نفسي جدا. مصدر قوتك جاي منين؟ من او رضاك او شعورك بالامان، مصدره ايه؟ حب الناس حقيقي والله يا عمرو. يعني انا من ما بمشيش مع حد، انا بسوق مع نفسي وبمشي مع نفسي، ومثلا كنت لسه بقدم لفرح في الجامعه مع نفسي انا وهي، فبتلاقي ناس عايزه تساعدك تعمل لك حاجات جميله بتبسط قوي. هل الماده بالنسبه لك مصدر امان؟ فلوس؟ طبعا طبعا. بتخاف من المرض؟ جدا. ربنا يفينا الشر يا رب احنا والمستمعين كلكم. نطلع لفاصل يلا ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع النجم الكبير اللي انا بجد سعيد بيه لتلقائيته وصدقه وانسانيته وبسطته وجدعنته كمان باسم سمرة بعد الفاصل.